مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من برنامج ليالي رمضان. خيمة ليالي رمضان، الخيمة المميزة بالشهر الفضيل على القناة المميزة قناة الشهرة. طبعا خيمة ليالي رمضان على التراس الرائع والمميز بفندق فور بوينت شيراتون ليفردا، حنكون مع ضيوف مميزين كل يوم الساعة 9:30 المساء من الخميس حتى الأحد عبر الشهرة تي في. عزيزنا المشاهدين، خيمة ليالي رمضان تستضيف ألمع نجوم الفن بلبنان والعالم العربي وأيضا الإعلاميين، وإضافة إلى نجوم الدراما. بدنا نقول بداية مساء الخير لضيفتنا الأولى المتألقة دائما، سيدة الأعمال، سفيرة حقوق المرأة، إضافة إلى أنه تملك شركة رح تحكينا أكثر عنها، وهي ناشطة اجتماعية. بدنا نقول مساء الخير لبيرلا شكيبان. مساء الخير زكريا، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. طبعا بيرلا بدنا نرحب بضيفنا انا وياك الثاني، ايضا ضيف مميز، صوت حلو، حضور ايضا مميز، وهو لبناني مردلي. حتعرفوا اكثر شو يعني لبناني مردلي، حنستمع لصوته المميز طبعا الرائع، وكمان ما بس بيغني ولكن ايضا بيكتب وبيلحن، وعنده نشاطات مميزه جدا، وهو ايضا رئيس جمعيه المردليه بلبنان. بدنا نقول اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم، الفنان المردلي اللبناني منير حسن. رمضان كريم زكريا، ان شاء الله بينعاد عليك وعلى الامه العربيه والاسلاميه بكل انحاء العالم، وينعاد عليكم جميعا جميعا موجودين معنا. طبعا بدي رحب فيك ورحب بعازف البزق استاذ حسين. شو بتقولوا له عن ايه؟ قلت البزق، ونحن عنا بنقول له الساز او الطنبوره. حلو. طبعا اهلا وسهلا فيكم جميعا بخيمه ليالي رمضان. كيف لقيتوا لي هالخيمه؟ حلوه كثير، مهضومة. هيدا تراثنا، هيدا التراث العربي، هيدا التراث الشرقي. نعم. اللي كل الدول العربية وكل العرب وكل وحي رمضان، هيدا أجواء رمضان، هيدي هي القعدة العربية، الطربوش، العفوية، هيدا رمضان. منير، تبلش مع حضرتك بموضوع كتير مهم عن طقوس رمضان. طبعا بلبنان وبالعالم العربي نتنقل من منطقة لمنطقة ودولة إلى دولة، تختلف الطقوس. يمكن إحنا أكثر شوي بنعرف بمصر كيف الطقوس، بالمغرب العربي كيف الطقوس، بالإمارات، بالخليج، ولكن تحديداً بماردين كيف الطقوس عندكم؟ طبعاً بدنا نحكي شوي شو الماردين وشو ماردلي لعفو المشاهدين عشان نحكي. أول شيء نحن بالنسبة لأنه شو ماردين وشو ماردلي حكينا كثير بطلعاتنا الإعلامية ووضحنا شو ماردين. ماردين هي مدينة بالشرق الجنوبي لتركيا، مدينة اسمها ماردين، سميت ماردين أو المردلية تسمية بالشعوب الذين يسكنون هذه المنطقة، اللي هن من عرب أو أتراك أو أشوريين أو كلدان أو سريان أو أرمن، مش هيك سمون المجتمع المردلي. وهي مدينة ماردين مدينة أثرية تاريخية عمرها آلاف السنين. أما بالنسبة للطقوس زكريا، مش كتير طقوس بتختلف عن باقي الدول العربية. أنا دايما يعني بدي أعرف شو طقوس، يعني شو المقصد بكلمة طقوس. طقوس يعني شو؟ أنت بكيت عم بتقول من شوي نحن عنا الخيمة رمضانية، إضافة للأكل، الأكل يختلف من منطقة لمنطقة، من دولة لدولة. هيدا اللي أنا كنت لباس طبعا، لأن نحن بنشوف منير اليوم في فرقة البارات اللي بترقص وعدة فرق، هول ما بيبينوا بالأيام العادية، بنشوفهم فقط بالشهر الفضيل. في أكلات ما بتاكلها أنت يمكن بالأيام العادية، ما بتاكلها، بتقصد تاكلها إلا بالشهر الفضيل. صح. يعني في عوايد ما بتعملها بالأيام العادية، بتعملها بالشهر الفضيل فقط. صح ولا لا؟ زكريا، هي العادات والتقاليد أنا بشوفها بالدول العربية كلها متشابهة، ولكن بس الطقوس اللي عم نحكي عنها هي اجمالا تختلف بس بالاكلات، وهن الاكلات كثير كمان متشابهين، ولكن التسميه تختلف كمان التسميه. اما اللباس، هلا نحن بفكروا انه الشروال او الطربوش او الجيلي والقميص والساعه بس بيلبسوهم بعده دول عربيه، لا، هذا تراث. تراث طبعا، هيدا كله بيلحق بعضه بالشهر الفضيل. يعني في عندك ناس كثير الدشداشي او العبايه ما بيلبسوها الا بشهر رمضان، وانا واحد منهم، بحس لانه بدي اعيش شهر رمضان مثل ما انا حابب. يعني بدلا بتوافقي الكلام اللي عم بقوله منير؟
هلا بالنهاية هذا قناعة شخصية، هو كيف بحب يكون قريب من ربه ومن عائلته. بس عم نحكي نحن عن الطقوس، يعني بتلاقي انه فعلا في طقوس من دولة لأخرى ولا مثل ما بقول منير انه لا ما كتير؟ يعني بفتكر انه الموضوع موضوع ديني اكثر من انه طقوس من بلد للتاني، يعني بعدين بحكم القرب الجغرافي من تركيا لسوريا للبنان بفتكر انه العادات شوي بتشبه بعضها. بس التسميات بيرلا ما فتنا كثير بالموضوع الديني. انا عم اقول كل بخصوص رمضان وطقوس رمضان وعادات وتقاليد رمضان كلها متشابهه لبعضها. صدقني الفانوس وين ما كان بيحطوه، الفانوس بكل الدول بيحطوه، بتركيا بيحطوه، باي دوله عربيه بيحطوه، في كثير. حتى الخيمه الرمضانيه نحن بنسميها خيمه رمضانيه هون، هي موجوده بكل الدول العربيه ومن ضمنهم تركيا بيستخدموها، مش ضروري بس بشهر رمضان. الخيمة هلا هيدي الخيمة اللي نحن بنسميها خيمة رمضان موجودة بصحراء الدول العربية بكثير من دول العربية، مش ضروري يعني في، بس نحن بنحب نزيد بشهر رمضان نحتفل أكثر أو مشان نعيش مثل ما بيقولوا باللبناني مشان نعيشها يعني. طب عشان نعيش الجو. نعم. كان بيرلا قبل ما ندخل على اللقاء كانت عم بتقلي زكريا شو مردلي عبالي اسمع بغني اللبناني عربي، شو اللي بغني؟ هو حنجاوب. حنجاوب بس مش بالحكي، حنجاوب نسمع بالغناء. نسمع كيف تغني مردلي اذا بدك اعطينا شيء من طقوس رمضان. أنا عامل إنشودة بلهجتنا المردلي العربي عن شهر رمضان، وبس بدي أوضح بس أكثر لتوصل الفكرة أكثر للمشاهدين اللي عم يشوفونا بكل العالم، إنه اللهجة المردلي هي عربي مثل أي غناء عربي بأي دولة عربية، ولكن نحن أوضح كمان أكثر لأنه في كثير فن عربي بيقولوا عنه فن عربي بتسمعه وأنا ما بفهم عليه، ولكن اللي حيسمعنا هلا أكيد حيفهم علينا. يلا مايك لك. ميرسي. امي طعني السجادة تسجد وصالي يدي، امي طعني السجادة تسجد وصالي يدي، جانا شهر رمضان شهر توبة وعبادة، شهر توبة وعبادة، جانا شهر رمضان شهر توبة وعبادة، شهر توبة وعبادة. يمي شهر فضيل شهر صبر وإرادة، شهر صبر وإرادة، حس لمسح الرصحور يدلي الدنيا سعادة، يدلي الدنيا سعادة، حس لمسح الرصحور يدلي الدنيا سعادة، يدلي الدنيا سعادة. شهر الخير لك اليتيم وحد ماله، لك اليتيم وحد ماله، شهر الرحمة وشهر الخير لك اليتيم وحد ماله، لك اليتيم وحد ماله. الدنيا وعلى بلادي، عالدنيا وعلى بلادي.
بلدي ربي تعم السلام عالدنيا وعلى بلادي عالدنيا وعلى بلادي. منو حسن صح لسانك على الأغنية حبيب قلبي على الأنشودي خليني أقول حبيب قلبي رمضان. عزيزنا المشاهدين بريك ومنرجع. بيرلا كابريني حسيتك ما كتير تفاجأتي، شو كيف لقيتي؟ باللكنة واضحة. ايه مفهومة واضحة. هي غناء عربي زكريا ولكن له روح خاصة، بس يعني روح بس هيك في له لكنة روح خاصة، ولكن هو فن عربي فن جميل مفهوم على الأذن. بس عم قلها في شغلات أنا سمعتها منك ما كتير تنفعها، تبقى شوي قروية أكتر خلال الحلقة عشان نشوف الرياكشن تبعيتك كيف حتطلع. بوعدك حتطلع من هون بتعرفي تحكي مردلي برا. بيرلا بيرلا كان عبالي منير تحت الهواء انه كان عبالك لقالك انت جز الشباب بلا فضايح. ليه منير؟ لأنه هي سفيرة حول. بتعرف شو زكريا؟ في بعض الرجال يعني احنا بنشوف الاعلام عم نشوف انه عم يتخطوا العقل والادب وعم يتخطوا الاحترام مع المراه، يعني عم نشوف بس تشوف الرجال. شو قصدك يعني لوين بدك توصل لوين بدك تروح؟ زكريا رجال أكتر، في عم نشوف كتير عنف ضد المرأة من الرجال، عم نشوف بالإعلام بالأخبار شيء لا يحتمل يعني. مشان هيك يمكن أنا شوي بتعاطف مع المرأة، مش شوي كتير. اليوم المرأة كتلة من الإحساس والمشاعر، ما فيك إلا تكون معها حساس وتحس فيها. غنيت للمرأة منير؟ عملت أغنية للمرأة نازلة بالسي دي جديد اللي بده ينزل هلا إن شاء الله بشهر 8. هو السي دي خلص يعني، بس تأخرت بتنزيله لأنه بدي أطلع ألمانيا أصور كليب مع المخرج المبدع حميد مرعي وناطرني يعني، بس أنا والله شوية انشغالات بلبنان وخارج لبنان بتركيا أخر الموضوع شوي. أكيد. شو رأيك بيرلا بعد شوي نسمع شيء عن المرأة طالما أنت سفيرة حقوق المرأة؟ أنا شايفة إنه منير رح يدخل تاني ورح يصير هو سفير حقوق المرأة. لا أنا تاخد بالموضوع. لا دائما المرأة ما حدا بيستجي يتخطاها بأي شيء، صح منير؟ مش دائما ما حدا بيسترجي تخطيها بأي شيء، لا، اليوم المرأة مرأة والرجل رجل. في بعض المطارح اليوم المرأة ما لازم تتخطى الرجل فيها. لا مش هيدي الحقيقة، نحن شرقيين زكريا، اليوم ما فينا اليوم نطلع من شرقيتنا يعني، بدنا نضل شرقيين، ما فينا نتخطى الموضوع أكثر. حضرتك كونك سفيرة حقوق المرأة، اليوم أول شغلة بتحسي إنه بالمجتمع العربي مش لبناني ممكن لازم يتصلح بغض النظر عن العنف ضد المرأة، لأنه صرنا كتير حاكين فيه وكتير صرنا يمكن إذا بدك عاملين حملات توعية إن كان لحنا وسائل إعلام أو غيره، يمكن إذا نبعد النظر أكثر بعد شوي بشكل عام العالم العربي شو ممكن هيك تلقي الضوء؟ برأيي إنه لازم شوي نضوي على موضوع الجنسية، لازم المرأة العربية تقدر تعطي جنسيتها لابنها بحال كانت متزوجة من أجنبي أو من حدا من غير جنسية. عم تشتغلي على الموضوع؟ صراحة رح بلش اشتغل، بتعاون مع جمعيات نسائية. بيقدر يساعدك منير؟ ايه والله إذا هيدا الموضوع حسيت يعني كتير مهم، كتير مهم وعم بيعانوا منه، ورغم هيك كمان يعني آخر بظن حدا نشتغل على الموضوع بالدولة، يمكن الوزير بارود يمكن وحدا كان ما كتير وصلوا لنتيجة. والله إذا كملتي أنت إن شاء الله عوجك بيصير فيه خير يعني، ليش لا؟ كمان نقطة كتير حساسة لأنه هيدا موضوع عن جد لازم يعني. خلص يعني نبلش نشتغل عليه. يلا منير خبرنا حضرتك عملت ألبوم كامل وكنت عم بتقول إنه هلا الألبوم اللي عم نحكي عنه. أنا إلي ألبومات كتير، 20 ألبوم، ولكن رح نحكي من الآخر عن الألبوم الجديد. مع مين تعاونت فيه؟ هل كان في تعاون مع شعراء وملحنين وموزعين من لبنان، ولا كل اللي بتعمل معهم من المنطقة المجاورة اللي أنت فيها؟ زكريا أنا أكتر أغاني بكتبها وبلحن بإيدي بس، ولكن هيدا الألبوم أنا قصدت أنه يكون فيه معي شعراء،
في أغاني لألي من كلماتي وألحاني، وفي كمان من كلمات وألحان الفنان المبدع الكبير، أول من غنى الأغنية المرضلية الفنان علي أحمد كمان، وحط والأغنية عنوان السيدي غدار يا زمان، هي اللي حطت صوت أكيد إن شاء الله يكون عم يشوفنا بألمانيا اللي هو، وحتتصور الأغنية تعيته غدار يا زمان هي اللي حتتصور كليب، والشاعر عزيز إبراهيم كمان له كمان معي أغاني، وعزف وتوزيع وتسجيل استديو الأستاذ طارق ميرزا كله اشتغله هو، وعملنا خلطة حلوة، والسي دي باقة ورد زكريا ملونة. في شو بيخطر عبالك من مواضيع؟ في عن المرأة، في عن العاطفة، في عن الرجل الشجاع. اسمح لي اتوقف هون عن طالما عم تحكي عن المواضيع. عملت أغنية طالت كل السياسيين حكام العرب والعرب حكام العرب، وكانت كتير يعني قاسي وحاولوا يمنعوها كمان. خبرنا شوي، وكمان حتى تعرضت لتهديد ورا تهديد، وبدهم يوقفوها، ورجعوا بعد ما سمعوها قالوا لي في بعض الكوبليات لازم تشيلها. شلنا كوبلي اللي كان هو الأعنف، هي كلها عنيفة بس كان في كوبلي يعني ما بيتصوروا العقل. زكريا بتعرف شو، إذا بتنظر بالمنطقة نحن حوالينا بالدول العربية بتلاقي ما في مجتمع عربي بدولنا العربية راضي عن أي حاكم عم يحكمه، ما في حدا راضي. نحن الفنان ما في إلا بيقدر يعبر بصوته، يعني ما بيقدر إلا يصرخ بصوته. الإعلامي كمان بيعبر عن طريقته، الشاعر بيعبر عن طريقته، الملحن. أنا كانت لغني كلماتي وألحاني، يعني أنا كتبت الأغنية صدقني أنا عم بكتبها كنت كتير مأثر، وكنت كتير غضبان عن على الزعماء العرب على الشيء اللي عم نشوفه عم بيصير بدولنا العربية، إن كان من شعوبهم القتل الدماء اللي عم نشوفه. ولا هي الأغنية بتقول الأغنية بتقول افتحوا كل أبواب الشام، افتحوا كل أبواب بلاد الشام، قوم يا شعبي ثورة ثورة على هالحكام، افتحوا كل أبواب بلاد الشام، قوم يا شعبي ثورة ثورة على هالحكام، يكفى ظلم وقهر يكفى بالعباد، نسوا دينين وكتابين وبعثر والإسلام، يكفى ظلم وقهر يكفى بالعباد، نسوا دينين وكتابين وبعثر والإسلام، باعوا مبادئين لأعداء الدين، باعوا مبادئين لأعداء الدين، صلاح الدين وغزة تنزف دم أطفال مشردين، فلسطين مجروحة وتسح صلاح الدين وغزة تنزف دم أطفال جوعانين، لك يا حكام العرب لك وين الشامة، وين ضمير الأمة وين الكرامة، ايه أرض المسلمين تلوها اليهود، ايه أرض المسلمين تلوها اليهود، حكامنا مشغولة بشهوات الدنيا. منير يعني بدي أقول لك الله يعينك، الله يسرك اليوم التوفيق ما شو بيصير معك. ما حيصير إلا كل خير. حيصير الخير، ولكن بنوقف أعزائنا المشاهدين مع لحظات مع الإعلان، وبنرجع مع الفقرة الثانية. لو منير كنت عم تحكي عن الألبوم، إن شاء الله قريبا حتطلق الألبوم أكيد بعد العيد إن شاء الله. بعد العيد، ولكن ناوي يكون إطلاق بلبنان ولا برات لبنان؟ هو أول شيء حينزل بألمانيا بشركة مرعي صام برودكشن، حبيب مرعي المخرج مرعي صام، وبعد ألمانيا لبنان، وكمان بعد لبنان بفترة كمان في عنا تركيا، وإن شاء الله حيصير في حفل توقيع للألبوم. حلو، عم نشتغل عليه أكيد بمساعدة الأستاذ زكريا إن شاء الله، ما فينا نتخطاه يعني بتعرف، و...
والبوم كتير حلو وتعبت عليه وشوي مميز يختلف هذا يعني هالمرة بيختلف كتير عن باقي بالمواضيع بالأشياء كتير حلو إن شاء الله بنتركه لوقته لأنه في أشياء حلو بنتركه لوقته لكن إحنا بنتمنى لك كل التوفيق منير حسن وبيضة إحنا كمان بنتمنى لك كل التوفيق بالأجندة اللي عم تشتغل عليها ل 2016-2017 ننتقل لفقرة لو فقرة كل شوي بسألني بينا شو الموضوع شو القصة شو الأسئلة وفين حنبلش السؤال بسؤال اللي هو زيته أنت ما تزعبري ولا تزعبري كل واحد بيجاوب حسب يعني ثقته بنفسه وحسب هو شو مقتنع حسب قناعته والجواب حر مفتوح شو حر يعني. ما في مشكلة فينا نعلي الدوز شوي فينا نعلي قناة الشهرة ما عندها خط أحمر أوكي. طبعا تحتفظ وتحترم المشاهدين أكيد ولكن خط الأحمر يعني أنت حر تحكي اللي بدك إياه في مشكلة أبدا بس على كل الأحوال إحنا بشهر رمضان بحب ذكرك سيد منير بدك شوي خايف شهر رمضان وغير شهر رمضان عم بيركبوا بقليت بعضهم زكي هلا مش لأنه بشهر رمضان بدنا منير حسن لو ما كنت فنان شو ممكن تكون ما كتير بدك تفكر لأنه ما عندنا وقت وإذا فكرت يعني معناتها أنت ما حاطط في راسك شو الجواب فنان لو ما كنت فنان بتكون فنان بيتا لو ما كنت عندك شركة وكنت سفيرة هو المرأة وا 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 شو ممكن كنت تقولي؟ إنه أكيد أكيد مكفيت بمجال الإعلام لأنه أنا درست الإعلام. ليه ما كفيتي؟ حقيقة بحب أوقف على هذا الموضوع. ليه ما كفيت؟ لأنه أنا بلشت بالصحافة المكتوبة والصحافة المكتوبة كانت بلبنان شوي مكسور قلم مسيس منه و ايه انت بتعرف وصلت الفكرة اسم الله ما تركين لحدا شيء يعني. لو كنت صحافي مين اول فنان مين اول فنان ممكن انك طالما عم بتقول هيدي الكلمة انا بحب اقولها كتير بس انت عم بتقولها بدي اقولها من وراك برشو شوف زكريا في كتير فنانين ما فتت الموضوع دبلوماسي عطيت من الاخر اسمين مش دبلوماسي ما خص الفنان انا دائما بعتب على القناة التلفزيونيه اللي بتستضيف الفنان في بعض القنوات التلفزيونيه عنا بلبنان بتستضيف فنانين وعم تعطيهم برامج مش لهم كنا بنتمنى يكونوا هدول القنوات انه يستضيفوا فنان لبناني نجم كبير احسن ما يجيبوا فنان بير لاحسك الصحافي شو بيقول لي عم يحكي ايه انا عرفت بدك تقولي انت صحفي انا شوي بتفكر عن بيت الضيف انا متعصب لا لا مش بالضروره لا مش بالضروره انا متعصب للبنان لا لا لحظه هي عم بتقول تفتكر عن بيت الضيف ليش راح عقلك ليه هربت من الجواب لا لا انت عم تقول قناه وفنان ومش لبناني طيب شو بدي يكون يعني منير حسن متى دغري عم حسينا واقف فهمت عم تربحي معنا مكنسه كهرباء زكريا اللي بتقوله أنا معلش يشوف لي أي فنان لبناني في أي دولة عربية عطوه برنامج فن شوف لي أي فنان لبناني وليد توفيق راغب علامي معين شريف من حمزة أول أصوات حلوة كتير أو عاصي أو غيرهم كتير مع حفظة رولا نيكون سابا كان عنده برنامج بمصر مش جمعتين وقف أو بأي دولة تاني وقف بس أنا اللي عم بقوله إنه كان في بلبنان فنانين طبعا اصوات بيعملوا برامج هاي قناه تلفزيونيه لبناني بشكو حدا من برا شوف لي بسوريا مثلا حدا لبناني عامل برنامج الله يهدي البال بسوريا وهيدا رايك انا بحترمه بدك تحترمه طبعا بدك تشد عقيدي لانه انت اعلامي نحن لبنانيين يا زكريا ما بنمشي الا بالقوه بالكفوف نحن ما بنمشي الا هيك ونحن ما بنحط الحق على الفنانين اللي عم يطلعوا على القنوات التلفزيونيه احنا بنحط الحق على رؤساء مجلس الاداره اللي عم يجيبون ويعملوا لهم برامج ليش راغب عليهم مشو بشكي من حمزان وعين شو جايك بالسؤال لو انت كنت رئيس مجلس اداره القناه حنحكي اكثر عن الموضوع لانه شكلك حاطط براسك حدا السؤال لك بيرلا لو رجعتي على الصحافه مين ممكن حدا سياسي فنان علامه فنان علامه كمان نفس الشيء تبرشي شي فنانه
استفزت اللبنانيين أو بليك تسمع ما ما عم نلعب حزورة نحن أحلام سبع فواري أحلام طبعا أخذت نصيبها أخذت نصيبها بتمنى لو يعني كان لازم شوي يتعاملوا مع الموضوع برؤية أكثر لأنه كثير فلت الموضوع وصار فيه تشجيح من قبل طرفين بس أنت عم تزيدي هلا أنا عم زيد إيه بس بأسلوب شوي مرتب شو ممكن بكلمة واحدة تقوليها لأحلام اليوم؟ بقول لها إنه you're not welcome إلا بالعرض بس قناة الشهرة ما بتتبنى الموضوع لا وأهلا وسهلا فيها بخيبتنا فيني بس أحكي كلمة زكريا فضل بظنوا إنه في فنانين كتير غير أحلام طولوا على لبنان كتير مثل مين؟ فيش خلق وحكيني صدقني مش مذكر ما تعطيني كتير هينو لبنان وهينو العالم اللبناني وهينو فنانين كتير وهينو الصحافة ما حدا يعني طلع طول عليهم أو عمل البروباغندا طب ليه برأيك منير يعني في خلاف شخصي بين أنا هيدي وجهة نظري خلاف شخصي بين أحلام ونضال الأحمدية ونضال كبرته بالطريقة اللي هي بتعرفها بعلاقاتها الإعلامية مع الكيفيات والصحافة كبر الموضوع مع عادل الكرام والقصة الصيدة وكبر الموضوع بس مع عادل كمان عادل زادة هجمة وهشام عادل زادة كتير وتحدى وتخطى الأدبيات ببرنامجه يا زكريا اليوم برنامج عادل بيفوت على بيوت محترمة عادل تخطى كتير الحدود بكلامه لأنه البيوت فيه إلى حرمتها عادل وفي ولاد تعلموا كلام من عادل طب أنت بكلمة شو بتقولها بأحلام؟ بقول لأنه لازم كنت تكوني عقلانية أكثر قبل ما تتسرعي بالكلام وتحسبي الأمور أكثر وبظن أنه في ناس ما بيسألوا تربي عليهم بالصحافة مثل ما عملتي أنت خليكي كبيرة خليكي بموقعك كنت مقولي عن نفسك أنه أنت ملكة بفن مش بشيء تاني بيرلا لو كنت وزيرة شو ممكن أي حقيبة إنك تستلمي؟ خارجية ليه خارجية؟ لأنه أنا لا مش كلمتي لأنه أنا كتير بحب السفر وبحب أتعرف على ناس جديدة وعندك علاقات بلا وبحكي ست لغات فبفتكر هيدا المنصب بيتبقلي حلو لو كنت وزير وزير أي حقيبة وزارة الداخلية شو القصة؟ لا في تلطيش لا مش تلطيش بقول لك شغلة نحن المجتمع المدني العربي في كثير من المجتمع في منهم تجنسوا وفي منهم ما تجنسوا وفي عندهم مشاكل بموضوع التجنس والمواليد وفي الأب اللي أخذ الأولاد ما أخذت أو الأم أخذت والزوج ما أخذ أو الأم والأب أخذوا الأولاد ما أخذوا كنت بشتغل على هيدا الموضوع حل لهم الموضوع هيدا لأنه نقطة حساسة لأنه كتير هيدا يعني إن شاء الله نحن عم نشتغل عليها بالواقع مع كتير السياسيين كنت أنا كرئيس جمعية بمساعدة ناس كتير كمان عنده جمعيات وأحزاب حلو يلا مبروك عليك لك الحقيبة منير بير لو كنت مديرة قناة شو أول شغلة ممكن تغيريها كرئيسة مجلس إدارة هذه القناة؟ أول شغلة بمنع منع بعثا كل المسلسلات المدبلجة وبشجع الإنتاج المحلي. برافو تستاهل أول شيء. لأنه ثاني شيء منير لأنه زعل كل البشع عم بمزح لأنه طيب زعل البشع مذيعات البشعين ما بقى في حدا بشع ليش في قناة بعد لهلا تزعب المذيعات اللي ما عندهم مضمون اللي عندهم لا شكل دقيقة بالحكي لا شكل ولا صورة ولا حضور ولا صوت ولا شيء في كثير في قناة بعدها عايشة طب جاي دورك انت ليه بتضحش علي على شوفي ما بخليني احكي منشوع الله يخليكم ما هو انت سألتني استاذ زكريا فوتني دغري على الخط حق عليك انت عم تعلقني انا وياها هلا انت عم تسأل السؤال ترجع تفوت لعندي انا عم حاول استفزك قد ما فيي حتى يكون في تعاون بين وزارة الداخلية وزارة الخارجية بدك اياني اترك الحلقة وهو منير حسن لو كان معك 5 مليون دولار شو ممكن أول فكرة تخطر على بالك؟ معه مساعدة الفقير المحتاج لا لا كيف يعمل بيعطيها بيعطيها الإفيه تبع التمثيلية لاحظت دموعه نزلوا لاحظت عدت النصب
هون مش حيشيله هون انتبه انا عم بحكي ما بكسب اليوم تعرف زكريا بدنا نحكي شوي بعقل اكثر اذا بنطلع حوالينا بالدول العربيه اللي صار فيها الحروب نحن كلياتنا بنعرف كلهم عم يجيهم مساعدات واغاثه ولكن ما عم توصل لها صدقني زكريا المشهد اللي عم نشوفه عم فيه وقت اللي الطفل عم يشيل حشيشه من الارض وياكل او ربنا هيدا بينزل دمع صدقني لو كان عندي القدره والمقدره صدقني لساعد كل اللي عم شوفه هيك وكل باي دوله عربيه كان للاسف انا بتعجب باي زعيم عربي او ملياردير عربي وقت بيشوف هيدا المشهد وهيدا المشهد ما بيحرك شيء فيه يعني شو الاحاسيس والمشاعر الميت المقتول شو اللي قتلك اياها ليش عرفت عليه كيف او يمكن عم يوصل زكريا مساعدات من هذه الحكام وهذه الجنود ولكن في قليلين الضمير والوفاء عم ما عم يحطوها بالمكان وبباقي المصريين شو بتعمل؟ ولا كلهم 5 مليون تبرع؟ لا اكيد لا زكريا شو؟ يوم الانسان بيكون عنده طموح عنده افكار عنده عيلته عنده مستقبله ما فيك اليوم انت اذا معك مليون زدت المليون على عمل الخير تعمل عمل الخير بس ولكن بالنهايه انت اليوم بدك تكون صريح مع نفسك عندك مستقبلك عندك شغلك عندك عيلتك عندك ما معقول شو طميع الزلمه اللي بخشل لك 100,000 ليره شفته ولا لا طميع كثير بس الصديق انت قلت له شو هيك بيننا 5 مليون لك شو بتعمل فيهم مين قال لك بابا يا 5 عفوا سوري فينا نزيد السعر شوي بيرنا لو معي 50 مليون دولار شو بتعمل؟ أول مرة أنا بتعرف وزير أنا بتعرف شو نصابي وزير داخلية خارجية كل الفنانين بيستضيفوهم بيقربوا من هذا السؤال إنه ما معنا ونحط أكثر وكذا لا هي عم معها 5 مليون لا صحيحة بعدين مسؤول مني اللي بده يعمل فيه لو معه 100 دولار ساعد شيئا لحتاج ما بيقدر يكون معه 5 مليون ليعمل شيء حلو مع بعضهم مظبوط إذا معي 5 مليون بتساعد إذا معك مليون ما بتساعد أكيد طبعا صح. طبعا بعدين الواحد يلي عم بيكون لو من قوشة بشوف حدا جوعان بيقسمها عم بعطي إكزامبل أنا فكرت بدك تشتري صندوقين ثلاثة كافيار وتوزعين على محتاجين بشوارع بيروت أنا هيدا عمل الخير بيني وبين ربي يلي بيعمل خير ما بيحكي ما بيقول لا شو حنحكي عمين. حنحكي اكثر عن الموضوع لا شو عميل ولا شو عطا حنحكي عن الموضوع اكثر حنحكي عن الموضوع اكثر ولكن بعد الحلقه خليني لا نحن عم نمزح نغير جو شوي بعد الحلقه بيرنا خليني احكي وياك كلمتين على جنب ولي خاصة لو كنت رئيس بلديه شو ممكن تعمل ما تتهرب كيف موضوع هيدا موضوع عن جد عم بحكي هيدا الموضوع عم ينطرح بكل الاعلام اللبناني وكل دافع عم يستضيفوه بأي قناة تلفزيونية عم بيقولوا له هيدا الموضوع بتعرف زكريا أنا بقول أعطيني المختصر حتى السبتي أنا حتي أنت عم تستفزني ولا بدك النتيجة لا هلا جايك بالموضوع أنا برأيي هيك كل بلدية كل منطقة هي حرة بالنفايات ساعتها وقت بيكون في عنا أزمة نفايات بالبلد أنا رأيي كل بلدية هي حرة بالمنطقة اللي هي فيها بالنفايات يعني أنت لو كنت رئيس بلدية إذا كنت رئيس بلدية تخيل تهتم برئيس بالمنطقة اللي أنا فيها تهتم بس بيت طبعاً زكريا لأنه في أزمة وهيدي الأزمة لا الحكومة عم تقدر تحلها ولا كل المسؤولين بالبلد عم يقدروا تحلها بتوافقي الرأي بيرلاس وهذا غالي كمان بوافق الرأي بس أنا برأيي مشكلة الزبالة هي مشكلة إلها تقريباً سنة مشكلة جديدة بس برأيي إنه البلديات والمناطق والمدن عندها مشكلة عندها كتير مشاكل في تراكمات أشياء من قبل من هي ومننا التنظيم المدني يلي ما بقى في تنظيم اصلا ما بقى في مساحات خضراء ما في ارض صفي الطرقات منا مجهزه منا مضويه ما في حدائق عامه ما في خضار في كتير مشاكل مشكله الزباله لها 1 year تقريبا بس هول المشاكل انا لما بدي انزل على بيروت بدي اقرب 3 ساعات ما لاقي موقف ما لاقي ما تحط سيارتي يعني في كتير مشاكل في كتير مشاكل فأنا بفضل ما تكوني رئيس بلدي خليكي وزيرة لأنه ما في مطرح بقى نعمل إضاءة ولا جنينات ولا مساحة خضراء حقا تنظيم المدني اللي بيعطي رفع هيدا الموضوع تخصني هيدا الموضوع تخطيناك يا حسين أحكي لك شو كلمة حسين عم يتسلم كلهم عم يشاوروا علي وعيطوا علي بخصني يا خيال
طيب منير بنغير الموضوع، لو كنت انت ممثل شو الدور اللي ممكن تاخده؟ دراما، كوميدي، شو بيخطر على بالك؟ الدراما بحبها اكثر انا، رغم انه ممكن الكوميد يطلع بس بالبالي انا الكوميد، بس انا بحس الدراما اكثر، لانه الدراما بيكون في عندك فكره معينه بدك توصل في شيء. بعد السؤال هذه، اذا كنت ممثله انا بحب كثير الادوار المركبه، يعني اي شيء ما بيشبهني حتى يعني اعمل يعني فوت بالدور يلي يعرفني يلي بيعرفني، يعني انا على الحقيقه اقول انه لا عملت شيء totally different. بيرلا معها 5 مليون دولار، منير شخص يعني متواضع جدا ماديا وعم تزحف وراها بطريقة كتير ذكية، أنا بعرفك ذكي بالتمثيل، دراما يعني عرفت كيف؟ رح تركب الدور الدراما لتقدر هي تكسب العطف وتقدر توصل للمصريات لبيرلا. ما بيوصل لشو؟ تفضل أستاذ منير. فاجأتني هلا هيدا الارتجال، هون الشطارة، ممثل دغري، ابكي ابكي اضحك اضحك. لو شو ما بيعمل؟ عم تسكر علي، زد حاله قدام السيارة، عم تسكر علي، ما عم تخليني. اعطينا موسيقى تتناسب مع المشهد إذا بتعمل معروف. زد حاله قدام السيارة و لا هلا هو بيحبها للبنت هي انتبه، بيرلا كثير بتتأثر بالحب، بتحب حدا يهتم فيها كثير ويدللها ويغنجها وكذا، عرفت كيف؟ هي ناقصها عاطفة وانت ناقصك مصاري، فعيش الدور. ما حقدر، بدك تسمح لي مش حقدر عيش السكر. يلا جربي، يلا اعطينا توب كاميرا مخرج اذا بتريد للمشهد. يلا قول كريه فجأتني قول ما قصدي. ذكرني على حبل عقلي. برافو برافو، تاخذوا 10 على 10 ثانيتكم. ذكرني عم تفاجئني. هلا عندنا اسئله سريعه شوي، ما بدنا نحكي الا اذا وقفنا عند سؤال اضطرينا نوقف عنده. على السريع لك منير، لو كنت شاعر لمين من الفنانين بتكتب اغنيه؟ ملحن زين. ملحن زين. لو كنت موزع لمين كنت بتوزع أغنية؟ معين شريك. لو كنت مخرج لمين ممكن تكون تعمل كليب؟ راغب عليه. لو كنت محامي عن مين كنت بتدافع؟ راغب عن مين دافع؟ عن المظلومين بالوطن العربي اللي عم تشغل الشباب. لو كنت قاضي على مين كنت حكمت؟ على كل حكام العرب بدون استثناء. لو كانت هيفا وهبي هلا حدك، شو الكلمه اللي بتقلها اياها وشو ممكن تعمل انت وياها حدك باللقاء؟ يعني قول لها برافو، عرفت توصل للطريق. حلو. لو كنت الرئيس عون، جنرال عون، شو ممكن لو كنت محله، يعني شو ممكن كنت تعمل؟ ما بحارب كثير مشان كرسي رئاسة الجمهورية، لأنه أنا برأيي أنا في كتير مرشحين بس بظن أنا ما في أنسب منه لعمره ولخبرته. خلي الكل هن يجوا لعندي وينقوني، ما بترق بين حدا. لو كنت الحكيم بتحكم بيرلا؟ نو الحكيم جعجع يا بقول له شوي وقف شوي الحنكة السياسية لأنه صارت مكشوفة. لو كنت جنبلاط وقف كذب. لو كنت بري بستعجل أكثر بقانون الانتخاب وبستعجل أكثر وبوافي على الرئيس عام. لو كنت سعد الحريري بزعب كل المحتالين وقليلين الوفا اللي حوالي.
أعزائي المشاهدين، حنكمل الآراء السياسية تحديداً بتخص منير وبتخص بيرنا. نحن ما بنتحمل المسؤولية إذا واحد من بيناتهم تاني يوم نشد من البيت، ما خصنا نحن. منتابع معك منير مع آخر خمس أسئلة. لو طلبنا منك تتصالح مع حدا مزعله، مع مين بتتجرأ تتصالح؟ مع نفسي. حدا يتصلنا بنفسه ليتصالحوا وياه. لا عن جد غير، هلا هذا جواب دبلوماسي. كلنا نحن كل شخص منا بيتمنى يتصالح مع نفسه. مع مين متزعل؟ اصحابك فنانين؟ فضل شاكر وأريك فوري مرة حكيت كتير عنه وقلت انه صار ألحان من برايت أطلس و... لا هيدا موضوع، يعني انا كنت بمقابلة وانسألت عن موضوع الألحان التركي وانا جاوبت انه بيجيبوا ألحان وبيعملوا عليها بالعربي وتوضع هذه الألحان بأسماء ملحنين ثانية يعني. بس أنا لا، ما في شيء بيني. بدنا بعد شوي لنخلص الأسئلة بدك تغنينا أغنية من أغاني وائل كفوري اللي كان سارق لحنا ونحكي شوي عنها. لو كنت على متن طائرة وشعرت بخطر كيف بتتصرف؟ استسلم هون، بدك تكون صبور. إذا كنت جريء شفت حواليك شو بدك تكون صبور؟ شو بدك تعمل؟ بدك تكون صبور، شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ الشهادة. ما بتطلب الشهادة أكيد بلا أكيد. أو قبل ما تطلع الطيارة بتتشهد وبتقرأ نص القرآن لما تطلع الطيارة. لو كان آخر يوم بحياتك إن شاء الله، لا سمح الله، شو ممكن تعمل قبل ما تودع حياتك؟ بحب شوف الحبيب يكون حوالي. لو احترق بيتك وفي غرض واحد بدك تاخده من البيت، معك 60 ثانية فوت على البيت تاخد الغرض وتطلع، شو هو؟ القرآن الكريم. شكرا لك منير. برجع بذكر كل المشاهدين كل الإجابات اللي جاوبت عنها، أنت وحدك بتتحمل المسؤولية، نحن علينا نسأل وأنت عليك تجاوب، وطبعا الحرية طبعا لك، نحن نحترم رأيك أكيد. لا تنسى تجيب المخدة وتراحة كمان معك. لا بس برجع للي قلته أنا لمنير، إنه أنا ما كتير بفكر إنه بعدين وش بدي أعمل، لأنه مقابلة ما أطلع معنا لأنه سألتني بدي جاوب بس كتير يعني. طب خلص ما نجوها. عم بخلي حدا يحكي. لا بس المزيدة كتير. تعرفي ليه؟ هو منير من الأشخاص اللي كتير بيغاروا مني. هلا هو بيمثل على فكرة من عندك الدراما. بيعيش الدور يعني مزبوط. عايشه إيه؟ لا هو بيعيش الدور إنه هو بحبي وبيموت فيك وكل شيء، مشانك بتقول له أنا أعطيني دور إنك أنت لك يعني بتحبه وكذا لتوصل للمصريين. بس ما مطلع له شيء. خلص بدي وقت. تعرف شكرا شكرا. أنا أبخل منه. واو، لكن خلي المشاهدين اللي حابين وغيري الله يعرفوا مني. أنا أبخل منه. منير حسن، قبل ما نوصل للفقرة الأخيرة لبرنامجنا حنتوقف مع الإعلان بيرلا ونرجع دغري لنسمع منك أغنية. بدنا نشكر طبعا حسين عازف البوزوق، استاذنا وصاحب الانام السحريه الرائعه. اعزائنا المشاهدين، من بعد فقره لو بنرجع لكم بفقره جديده بعنوان من العبده الجايبه. بريك ونرجع. اخ منكي حبيبه ليش صرتي غريبه، ليش معي تغيرتي، والله عجيبه. اخ منكي حبيبه ليش صرتي غريبه، ليش معي تغيرتي، والله عجيبه. كنا روحين بروح دير مالك المجروح، انت اللي ابتديتي كوني عليمه. كنا روحين بروح دير مالك المجروح، انت اللي ابتديتي كوني عليمه. من عيني يعرفون عشقتك بجنون، موتك اخ بمحبتك عيني لي يفضحون.
من عيني يعرفون عشق دوكي بجنون موت غخب محبتك عيني لي يفضحون روحكي تمشي بدمي والناس اخر همي مو يهمني ايش لي يقولون اهلي وبنات عمي روحكي تمشي بدمي والناس اخر همي مو يهمني ايش لي يقولون اهلي وبنات عمي وحدك ترضين عماهلك اشو السبب مورو حيرني عقلك من غبني وحدك ترضين عماهلك اشو السبب مورو حيرني عقلك بالقلب تدللين ولا غير تغارين ليكون شي رامي فال بكدي بس حالي بالقلب تدللين ولا غير تغارين ليكون شي رامي فال بكدي بس حالي اخ منك حبيبي بس صرتي غريبه ليش معي تغيرتي والله عجيبه كنا روحي بروح دير مالك المجروح انتي اللي ابتديتي كوني عليمه الله الله يا منير شو الصوت الحلو ميرسي حبيب قلبي عيونك الحلوين هذه الاغنيه شو اسمها؟ اخ منكي حبيبي اخ منكي حبيبي لمين بتقولها هيدي؟ مش انا بس بقولها كل شاب بيقولها لحبيبته بيقولها لامه لابنه لبنته منير في شي نهار كتبت اغنيه بتجسد الواقع اللي انت عشته يوما ما؟ في بقى أغاني كتير كوبليات أو أسطر أو بعض الكلمات بكل الأغاني على مر هذه السنوات الفنية من سنة 1986 لهلأ في كتير كلام بيخصني مش بالضرورة تكون أغنية كاملة في بعض الأغاني كتير كمان طبعا منير نحن وياك وبيرلا بننتقل للفقرة الأخيرة من برنامجنا ليالي رمضان عبر قناة الشهرة نعم. وهون اسمح لي اتوجه بالشكر والتحية الكبيرة لصاحب القناة الأستاذ محمد شاهين بنوجه له تحية بنوجه له تحية وبنوجه تحية لقناة الشهرة وان شاء الله بتطور كثير حلو والله الشهرة احنا ما بنجيب الا مشاهير واسم حلو عن جد اسم حلو موافقين ان شاء الله يا رب مشاهدين طبعا ننتقل للفقره الاخيره من برنامجنا ليالي رمضان من خيمه ليالي رمضان من فندق 4 بوينت باي شيراتون ليفردا عبر قناه الشهرة طبعا برجع بذكر انه الحلقه حتشوفوها من حتشوفوا حلقاتنا من الخميس للاحد الساعه 9:30 المساء مع نجوم طبعا مميزين بالفن والدراما والغناء والإعلام أيضا اليوم كانت حلقتنا مميزة مع بيردا وكانت مميزة أيضا مع منير ومع الأستاذ طبعا حسين أهلا وسهلا فيك نورتنا فكرتنا شوي هيك بتبعد عن الفن بتفوت شوي المواضيع الإنسانية الاجتماعية سميتها يمكن استغربت شوي بالاسم إنه ليه سميتها من العب للجيبة هو مثل الشعبي بيقال بلبنان من العبد للجيب يعني كل شيء من جيبتك لغيرك انا افتكرت العكس صحيح انه من العبد للجيب عارف كيف باخر هذه الفقره حيكون حنحكي شوي عن المسابقه نوضح شوي لمشاهدينا باخر فقرتنا كل واحد منكم حيشيل من جيبته مبلغ من المصاري قد ما كان المبلغ كنت مثل ما عم بتقولي $100 يمكن يقدر يساعد الواحد قد ما كان يمكن 5 مليون الى ما هنالك فهذا الشيء حينطبق اليوم بصندوقنا تاخذوا كريدت كارد معي تاخذوا فيزا كريدت كارد فينا ناخذ فيزا كارد ما في مشكله بس ناخذها كلها ما بنرجع لك يلا قد ما فيك تتبرع بهذا الصندوق اللي اسمه من العبد للجيبه وطبعا بنهايه حلقاتنا باخر شهر رمضان المبارك ان شاء الله حنروح نحن وكاميرا ليلة رمضان على مركز السان جود بالسرطان
نتبرع بهذا الصندوق اللي فيه المصاري قد ما كان المبلغ، مش مهم، المهم انه نحن حاولنا على القليل نزرع فرحة وبسمة صغيرة على وجوه ناس يستحقوا منا الدعم. نعم، صحيح. ومنكم انتم الدعم. صحيح. فكرتنا قبل ما تمد ايدك على الجيبة وتمد ايدك على الجيبة، انت مسامح اليوم حسين وانا مسامح. عندي كم سؤال لإلك مشترك إلى بير قبل ما نختم. فينا نمد ايدنا هلا ولا بنحكي بصراحة آخر لهذا بصراحة. بدي اطرح الموضوع بغير طريقة. انا زكريا بدي احكي عن لبنان وعن الفنانين لبنان وعن نجوم لبنان. في بعض الفنانين معروف اساميهم مين هن، من ضمنهم عاصي ووليد وحتى هيفا، يمكن بظن حسب ما انا بتابع وبقرا بالصحف وبشوف انه هول ثلاث اربع نجوم كل سنة يمكن عندهم حفل خيري بيروح ريع الحفل لجمعية خيرية. أكثر من انا برايي كل هالنجوم كل هالفنانين اليوم إذا كل واحد منهم فكر يعمل بالسنة مرة بس حفل خير، هو ينقي الجمعية أو كل سنة لجمعية معينة مدخول هيدي الحفلة يروح لهالجمعية، وبظن أنه بتساعد كتير. يعني اليوم عم بيكون عنده بالسنة لنقول 30-40 حفلة أو 50 حفلة وأكثر، بلا حفلة وحدة فيك تعملها بلبنان، ومدخول الحفل يروح لأي جمعية هو يختارها أو كل سنة يختار جمعية. عملت أنت هيك كفنان؟ والله أنا ما نعرض علي نحن نعرض عليك أنا وبيننا. نحن جاهزين زكريا، نحن لو نعرض علي جاهزين، نحن نعرض عليك. نحن ما عنا أي مشكل بهذا الموضوع. إذا هذا الموضوع إذا الإعلام شو مهم؟ يعني كثير. يوم لما طرح هذا الموضوع ما نحن أكيد أنا من ضمن قناة الشهرة هلا عم بقول وعلى الهواء وبحضوركم، أي شيء بيتوجب علي لعمل خيري أنا جاهز، أنا وفرقة الموسيقية ورئيس الفرقة حسين عثمان موجود كمان، كل الفرقة موجودة نقدر نعمل شيء نفرح أي جمعية أو أي معاق أو أي محتاج أو أي رجل عجوز. يعني نحن جاهزين لهذا العمل. شو رأيك على الشوقوف اللي بيعملوا الفنانين؟ يعني زكريا هو منيح ومش مليح. يعني هن اليوم إذا بدنا نجي لنقول يا خي أي نجم من لبنان، راغب، عاصي، أي نجم اليوم هيدول ما عايزين شهرة. يعني اليوم وقت اللي عم يروحوا يعملوا عمل خيري او حفله افطار او شيء وعم تيجي الصحافه تغطي، اليوم مش عايزين ان بروباغندا او اعلام، يعني عرفت علي كيف؟ بس عم يعني الصحافه بدها تشتغل، بدها تغطي، في قنوات تلفزيونيه بدها تعبي برامجها، يعني ما بدنا نحسبك هيك كمان، ما انه عايز اليوم هيدا النجم انه اليوم يعمل بروباغندا وشوفوني وانا حطيت وشلت، ما بظن كثير بيضوعوا على هيدا الموضوع، لانه اكيد بيعملوا، يعني كون اكيد اللي مش عايزين زكريا بيعملوا يعني. واذا انعرف والصحافه كتبت ما عندهم مشكله، بيحبوا انه بتعرفي ليش بدي لك انا ليش؟ اليوم مجتمعنا اللبناني شوي عنده تقل بدمه بتفكيره بعض منهم زكريا. ليش بيفكروا انه اليوم هيدول النجوم عايشين لراسهم بس، ومثل ما بيقولوا انه عندهم بخل وما بيساعدوا المحتاجين. بالعكس انا بعرف كثير نجوم من تحت الطاولة بيساعدوا الناس كثير، مش بالضرورة صدقني زكريا. لازم الإنسان يحكي هيك وهيك، بس نحن شوي لبناني كمان مننق كتير، ولو يعني بلا زنيختنا كتير بهيد المواضيع كتير بتنق. منير انت ليه تجبرونا؟ انتو انتو بتجبرونا. بختم سهرتنا خلصنا، عندي هيك موضوع بدي اطرحه على السريع، بس بدنا اجابة سريعة. ببرنامجنا دايما قبل ما نختم بيكون في عنا لفتة من السوشيال ميديا، لأنه إحنا بعصر السوشيال ميديا ولازم نتوقف عندها. لفتة ممكن تعطيني رأيك فيها، واللفتة اللي لفتتني اليوم مبارح في أشخاص حطوا صور وأنا منهم على الإنستغرام وعلى الفيسبوك المائدة اليوم للإفطار. يعني في مثلا بالمغرب صديقي حط إنه شو عم يأكل هلأ وأنا حطيت وكذا، في ناس علقوا حطوا بليز ما تحطوا صور لأنه عم بتوجعوا ناس غيركم بحاجة. مزبوط. وفي ناس بيقولوا لا انه عادي، بالعكس عم نتعرف على عوايد غيرنا وتقاليد غيرنا. انا جاوبت بكومنت، انتم حرين تحكوا اللي بدكم اياه وانا بدي اقول شو جاوبت. جاوبت انه اصلا المعطر واللي حالته حالي ما معه انستغرام، عنده انستغرام ولا عنده سوشيال ميديا ولا عنده تليفون ليشوف شو نحن عم نحط وما عم نحط. فهذا كان جوابي، ما بعرف انتم شو بتقولوا. زكريا هو بشكل عام اليوم الانستغرام او الفيسبوك مواقع التواصل اليوم هيدي يعني اخترعت او انعملت لاشياء نحن نستفيد منها اكثر من هيك.
ما في شك بهذا الموضوع ابدا. اكيد بيرلا بدي رايك في موضوع الصور على الانستغرام على السوشيال ميديا للافطار، هل انت مع يعني شو تعليق على هذا الموضوع؟ هلا انا شخصيا ولا مره نزلت صوره شو عم باكل خلال رمضان او مش خلال رمضان. حلو. بس كل انسان هذه حريه شخصيه، كل واحد شو بحب ينزل بحب. لا بحترم رأيي أنا عن جد. صور الأكل عم تنزل خلال رمضان وقبل رمضان والصبح وعشية وعم تنزل دايما. نعم. والسوشيال ميديا فاتعة على كل بيت، عند الفقراء وعند الميسورين وعند الجميع. نعم. بالنهاية هو الواحد شو بحب ينزل. يعني رأيك ضد رأي وزير الداخلية؟ ضد هيدا حرية، هيدا قناعة، يعني الواحد هو شو بيحب ينزل. وهيدا اللي زهرة منا بس متفشية برمضان. يعني دايما يعني كل واحد إذا قاعد بيمول عم يشرب كابوتشينو بيصوره. يعني كمان شو يعني كمان اليوم حلو واحد يكون عنده صفحة فيسبوك أو انستغرام تكون صفحته راقية، ما تكون يعني كتير فولجير. يعني ناس راقيين بقى... بيشوفوا الرقي بغير طريقة. في ناس بيشوفوا انه الرقي تبعهم لما يصوروا سفره مرتبه وحلوه هيك بيشوفوا. يعني السفره اليوم واحد ببيته بالمطعم، يعني هذا يعني انت ضد الصور على يا اكل وما اكل وهلا. ايه طبعا انا ضد هذا الموضوع كليا. عم تنشر اوقات يعني انت عم تنشريهم؟ مش انا، لا انا بتفوت لعندي على الانستا او على اي بيج سكربينات انه لا بس انه قليل يعني انا بس ولا مره عملت تشيك ان ولا مره حطيت صور اكل كثير. اكيد كنا عم نمزح اخر شيء بالنسبه للي صار. انا بدي اتشكرك منير حسن، بدي اتشكر حضورك، بدي اتشكر الصوت الحلو وكل شيء عم تقدمه للعالم. حبيب قلبي زكريا، للعالم العربي. نحن بنعرف انه حضرتك موجود بين المانيا وبين تركيا ولبنان. وبين لبنان، وعم تسافر تعمل حفلات واعراس ومطلوب الحمد لله. الحمد لله. وانا من الاشخاص اللي حضروا اكثر من عرس. ان شاء الله بعمل لك عرسك كمان عن شاء الله. ان شاء الله الله يفتح عليك. امين. وينك يا وبدي لك رمضان كريم لك. ينعاد عليك. كريم على عائلتك. ينعاد عليك وعائلتك. متزوج وعنده عائله اولاده كبار اسم الله. انا مزوج بنتي بالمانيا من 18 9 اشهر، وعندي بنتي ديانا خطبتها ب 30/7، وعندي ابني شاب سامر عمره 22 سنه. ايه ما مبين 35 نسوان ومريحينه. بيرلا انا بدي اتشكر ساعة السفيرة بيرلا بدي اتشكري بتشكر حضوري. انا بدي اشكرك على هالقعدة وبشكر الاكيب كله. ثانك يو كثير. وانا بدي اشكرك، بدي اشكرك انا كمان، وانا زادني الشرف اليوم كنت موجود معك بهالحلقه، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق بكل شيء عم تعمليه. ونحن بدنا المشاهدين ما ياخذونا ونعتذر منهم، نحن عملنا جو، حكينا شيء يمكن طلعنا شوي عن الخط. يعني ان شاء الله تكونوا عم تفهمونا نحن باجواء رمضانيه لنضحككم بعد العشاء مشان تهضموا. بقى ان شاء الله يكون عملنا شيء شيء نفسك. بدي اقول لك كل مشاهدينا انه نحن جلستنا عربيه، جلستنا رمضانيه عفويه، ما بنحضر. انا من الاشخاص ما تطلب مني حلقه ثانيه، ما فاضي بليز. لا بليز. لا لا الله خليك. لا انت ولا قناة الشهرة، مع احترامي لصاحبها يعني حبيب قلبي. طبعا نحن عادتنا عفوية كتير، وهيدا اللي انا يعني انا هيدا طبيعتي بالحياة، انك كون عم حاور ضيوفي بعفوية، ما بحضر ابدا. نحن اليوم بالشهر الفضيل، كل شيء بيطلع منا بيطلع طبعا كان بالشهر الفضيل ولا مش بالشهر الفضيل بيطلع عفوي، والناس بتحب البساطه، بتحب نكون صادقين مع نفسنا قبل ما نكون صادقين مع غيرنا. بدي لكم رمضان كريم من خيمه ليالي رمضان ومن دراس 4 بوينت باي شيراتون ايفادام عبر قناه الشهره. يعطيكم العافيه وتصبحوا على خير.